فتحت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تيموشنت أبوابها لتحقيق حلم الطفل التقاط عبد النور الساكن ببلدية شعبة الحم ليكون دركياً ليوم واحد من خلال استقباله بمكتب قائد المجموعة إلى جانب تنظيم خرجة ميدانية رفقة الوحدات التابعة للمجموعة أين شارك في مختلف المهام الميدانية للدرك، كما ساهم في تنشيط حملة تحسيسية حول السلامة المرورية وتزامناً مع افتتاح موسم الاصطياف. شارك الطفل أفراد فرقة حرس الشواطئ نشاطهم اليومي. وهكذا تكون المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تيموشنت قد ساهمت في تحقيق حلم الطفل رزقات عبد النور ومعايشته للظروف الحقيقية لمهام أفراد الدرك الوطني، ويبقى السلاح الدرك الوطني في خدمة جميع الفئات المجتمع. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.